تخرج الدفعة الأولى من طلاب التكوين النموذجي في مهن الفندقة والسياحة الذي استمر على مدى 6 أشهر تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة والمدرسة الوطنية للتكوين الفندقي والسياحي في الجارة السنغال. اليوم بفارغ الصبر لنرى النتائج المثمرة لهذا العمل أمام عيوننا، حيث بلغت نسبة النجاح حوالي 99%. إن الجهد المبذول طوال 6 أشهر الماضية من قبل الطلاب والمكونين لا يقدر بثمن، فقد عزموا على تحقيق النجاح المبهر وتمكنوا من الوصول إليه بالطريقة المذلة. خريج التكوين أعرب لقناة المرابطين عن فرحهم بالتكوين الذي خضعوا له وأهميته، متحدثين عن بعض التحديات التي واجهتهم خلاله. فيها هو كثرة الطلوع اللي فرصة على حد يطلع بالوقت المناسب، والغياب محرم بشكل عام على الجميع كامل، وهو اللي جبرنا من الصعوبات في ذي الفورماسيون، ملي كان على المفروض عن حد تم يطلع ياك قد ما يفوتوا الدروس كاملين وياك ما تفوتوا البراتيك، فهمتي؟ ملي نحن تخصصنا بالتحديد يعتمد على شنقال البراتيك. ويتطلع المكونون الى ان تكون نهاية التكوين بداية لدخول سلك الوظيفة واستفادة البلاد من هذه الدفعة. الطلبة الآن أصبحوا قادرين على ولوج سوق العمل وسد ذلك النقص الحاصل جراء اليد العاملة الموريتانية المتمرسة. تم في ختام الحفل توزيع إفادات المشاركة على الطلبة 3 الأوائل من كل تخصص بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين في القطاع. وتشمل التخصصات مجالات الاستقبال، خدمة الطوابق والغرف، المطبخ وصناعة الحلويات، بالإضافة لخدمة المطعم والمرشدين السياحيين.